عم مختار، كرهبتي كي ار يو 2016 تنقص شويه زيت، زعما مناش. كيفاش زعما مناش؟ معروف زعما المحرك، علاش مناش يعني؟ هذا شيء توقف عليك انت، كان هو فما تضيع تحت منها، فما تسرب زيت تحت منها، هذا كم مناش، وكان هي ما فماش تسرب زيت، فما دخان، هكا الدخان هذا كمان يسبب استهلاك البنزين زيت. يعني الحل نتاعها كونه اذا كان هي تستهلك اكثر من إتر نص ب 8000، واللي هنا فما عطب معين لازم يتصلح، يعني الموتور فيه حاجه، وكان هو يعني حدود إتر نص ب 8000 عادي، ما تخافش منه، لان السيارات الحديثه هذه كلها تستهلك زيت، ماهيش مشكله. لهذا ما تقلقش روحك برشا، انت واللي كيما قلت لك كان استهلاكك كبير، انا ثبت روحك شنو هو، كان استهلاك صغير ما تخافش منه، هذا شيء طبيعي، لان السيارات الحديثه هذه ماي سريعه تجري برشا وخفيفه ومحركاتها فراجيل، يعني ما تتحملش تاكل زيت بسهوله.